السلام عليكم. كتابنا النهاردة نزل في معرض الكتاب 2016، اسم الكتاب التجربة الفكرية، معلش يعني الرحمة. اسم الكتاب عمل جدل غريب قوي على تعليقات الناس على الجود ريدز، وقالوا ان اسم الكتاب ملوش علاقة خالص بالمحتوى. رأي الكاتب كان ليه رأي تاني خالص. فأول صفحة بيعرفك هو ليه اختار الاسم ده. الكاتب اسمه كارلوس بهجت، دكتور نفسي في مستشفى الدمرداش. دي مش اول تجربة ليه للكتابة، بيكتب مقالات على الفيسبوك وليه اكتر من 100,000 فولورز على الفيسبوك. نرجع بقى للكتاب. الكتاب عبارة عن مجموعة مقالات لعلم النفس مترجمة من مواقع اجنبية لدكاترة وعلماء مشاهير في المجال. اسلوب الكتاب بسيط وسلس جدا، والمصطلحات الصعبة مبسطها قوي. شايف ان الكتاب بداية كويسة انك تبدأ تقرأ في المجال علم النفس. من المقالات اللطيفة قوي في الكتاب بيشرح فيها فكرة الفريند زون، وان لازم علشان اي اتنين يبقى فيه بينهم حب لازم يتوفر 3 شروط: انجذاب، شهوة، تعلق. لو في حاجة من التلاتة دول ناقصة فالفريند زون علينا حق يا ولدي. الكتاب 214 صفحة تقريبا، بما لا يقل عن 70 مقال، فيه كل مقال 3 صفحات، يعني بالكتير قوي كل مقالة هتاخد منك 5 دقايق. كده احنا خلصنا التجربة الفكرية الروح امه. مستنية رأيكم، استنونا الفيديو اللي جاي وكتاب جديد من كتب كراكس. سلام عليكم.